تطوير المنتجات والبحوث العلمية، خاصة البحوث العلمية مو الأكاديمية، البحوث العلمية التطبيقية اللي تحل مشاكل صناعية وتحل مشاكل بيئية وعلى أرض الواقع، تخدم الدولة وتخدم القطاع الصناعي بشكل مباشر. فبغض النظر عن ما ينجم عنها، سواء كانت أبحاث صناعية أو أبحاث ذات طابع بحث وتطوير لقطاع معين في الدولة، فالفائدة تعود بشكل مباشر للمجتمع فمهما صرفت عليه شوية. بالنسبة للأبحاث اللي عندنا في دولة الكويت وغيره، لا، أنا تجربتي الشخصية بالعكس، إحنا محتاجين دعم أكثر، وأتمنى تخصص ميزانيات أكبر لموضوع دعم الأبحاث العلمية التطبيقية التطبيقية. نعم. بالذات.